يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شو الشيء اللي منغص عليك هذا العيد؟ الشيء اللي منغص علي هذا العيد وكل عيد بيت الأسد. شو تحب توصل رسالة من خلال أوريان؟ الله يخلصنا من هالنظام ويرجعنا لبلادنا وتكون البلاد أمن وأمان يعني. وكمان بحب أوصل لأهل رسالة لأهلنا بالشمال، الله يحميهم يعني، هني أكتر ناس بحق لهم عايدي، هني والمعتقلين. وإذا بتقدروا تطالعوها يلعن روحه لحافظ ما هو أكتر يعني. الله يجبر بخاطرك يا رب، وكل عام أنت بألف خير من أول وجديد. ألف خير.